جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع أبو سلطان من الطائف يسأل ويقول: توفي والدي وعليه مبلغ من المال دين، فقال أخي الكبير بعد دفني: أشهد أيها الناس بأن دين والدي في ذمتي وسوف أقوم بسداده إن شاء الله، علما بأن حالته المالية صعبة فلم يستطع التسديد إلا نصف المبلغ. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل على والدي إثم وهل يعذب في قبره؟ وهل الدين انتقل من ذمة والدي إلى ذمة أخي؟ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. أخوك أحسن في تحمله هذا الدين عن والده وتعهده بسداده، ولكن الدين يبقى في ذمة الميت حتى يقضى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما تحمل أحد الصحابة دينا عن ميت وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد يومين سأل هذا المتحمل هل أدى هذا الدين؟ فقال إنه لم يؤده إلى الآن، لأنه رأى أن المدة قصيرة. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسأله عن هذا الدين، فقال: قضيته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن الميت مشغول بدينه، ولو تحمله عنه بعض الأحياء فإنه لا يزال مشغولا به حتى يقضى عنه، مجرد التحمل لا يسقط الدين عن ذمته. وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم.